السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بروسوت، في فيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة هنشرح مكتبة الميموري مابت فايل الموجودة في الدوت نت في السي شارب. إيه هي المكتبة دي وبتعمل إيه؟ المكتبة دي بتتيح لك إن أنت تحجز مكان في الميموري في الذاكرة، تكتب جواه، تقرا منه، تعمل له شيرنج من البروسيسات اللي عندك، سواء بقى برنامجين أو كذا برنامج مختلف. ممكن هم يشيروا بيانات مع بعضهم من خلال المكان ده اللي في الميموري. هنتعلم كل ده مع بعض النهارده ان شاء الله عشان نفهم ايه هي الميموري مابت فايل. في نوعين منها، في اللي هو بريزدت، في اللي هو نون بريزدت. البريزدت هو ده اللي مقترن بملف بفايل عندك اوريدي في الهارد ديسك. النون بريزد اللي هو الاي بي سي، اللي هو مش مقترن بملف، ان هو بيستخدم في الشيرنج للشيرنج بين البورس المختلفه في الكمبيوتر بتاعك، من برنامجين بتاع كده، هي بتستخدم النون بريزدت. ممكن برضو البريزد اللي هو الفايل ممكن يتعمل له شيرنج بين البروسيسات عادي، مفيش مشاكل. المقترن بملف اي رايه او كتابه جوه الميموري مابت فايل دي هتطبق على الملف. يعني انت كتبت جوه الميموري اللي هو الجزء ده هيتطبق في الملف، الا في حاله واحده بس هقول لك عليها دلوقتي، هقول لك عليها من شويه لما نيجي نشرح. دي هي طريقه عمل الميموري عندنا. ولو نتخيل مثلا ان هو ده اللي هو المكان الاحمر ده الميموري مابت فايل، او الجزء بتاع الميموري اللي احنا حاجزينه، سواء بقى مقترن بملف او مش مقترن بملف. دي هي البروسيسات اللي هي بتاكسس عليه، في البي 1 بي 2 بي 3 بي 5 بي 4. دي بروسيسات. مثلا بروسيس 1 بتاكسس بتدخل جوه الام ام اف وبتبص على المنطقه دي اللي هي مثلا من الزيرو لحد مثلا النص، وبتقرا منها وتكتب منها. البي 2 ممكن تبص على هنا لهنا عادي براحتك. ايه تاني؟ في هنا دي الميموري مابت فايل بتاعتنا. في هنا البروسيس، ازاي البروسيس بتخش على الميموري مابت فايل. من خلال الميموري مابت فايل انت ممكن تحدد لها سكيورتي، بحيث ان مفيش اي بروسيس، مش اي بروسيس ممكن تخش، مش ممكن تحدد صلاحيات البروسيسات اللي ممكن تدخل. هيعمل ريد ولا رايت جوه الميموري مابت فايل، ممكن يعمل ريد بس، ممكن يعمل رايت بس، على حسب اللي انت هتديه له. عايز بس تاخد بالك من حته، حاجه واحده بس صغيره، ان الميموري مابت فايل رايتس دي مش هي الميموري مابت فايل فايل اكسس. هقول لك يعني انت مش فاهم هما الاثنين دلوقتي، بس انا هقول لك معناهم ايه كمان شويه وايه هما. الميموري مابت فايل ملهاش علاقه بالفايل خالص. يعني ايه الميموري مابت فايل رايتس دي؟ الحقوق بتاعه البروسيس ملهاش علاقه بايه اللي هيحصل جوه الميموري. الفايل اكسس هي اللي عليها العلاقه. ما تش مش مهم تفهم ده كله دلوقتي، هقول لك عليه كمان شويه. عشان نفهم الميموري مابت فايل لازم نفهم الداتا بتتخزن في الهارد ازاي. الهارد بيبقى متقسم لاجزاء كده على حسب نظام التشغيل بتاعك، مثلا هيقسمه لكذا جزء. طبعا الحاجات دي بتبقى بين الهارد ديسك ونظام التشغيل. مثلا هون مثلا ايه، اي هارد ديسك بيبقى متقسم لاجزاء، الاجزاء دي اسمها سيكتورز. السيكتور مثلا ممكن نقول 1024 بايت، والملف التكست مثلا انت عندك ملف تكست مخزنه على الهارد مثلا ايه بحجم مثلا 5 بايت، مثلا ايه حجم 5 بايت، ده الفايل اللي هو 5 بايت اهو. طب ال 5 بايت دول هيتخزنوا جوه الهارد ديسك ازاي؟ بناخد جزء من الهارد ديسك مثلا اللي هو 1024 بايت مثلا، يعني بنخزن جواه 1 2 3 4 5 الخمس بايتات بتوعنا. طب والباقي ده اللي هيروح جوه الجزء ده هيروح فين؟ اللي هو الباقي ده بيتخزن برضو للفايل. يعني الحتة دي كلها للفايل، هو الفايل ملوش دعوة، هو الفايل بياخد أول جزء بعد كده أنت بتكتب جواه. لو والله لو زاد عن 1024 بياخد جزء تاني يكتب جواه، وهكذا وهكذا. قال 1024 بيفضل، يعني أنت لو مسحت داتا بتفضل الحاجات دي زي ما هي. يعني إيه؟ هقول لك دلوقتي. يعني مثلا لو إحنا إيه؟ رحنا كده، أدي ملف ده تكست بروبرتيز، في حاجة اسمها سايز وفي حاجة اسمها سايز أون ديسك. السايز ده هو حجم الداتا اللي جوه، سايز أون ديسك هو السايز الفعلي اللي جوه الملف اللي جوه الهارد ديسك جواه 4096. أي ملف بالديفولت بيبقى 4096، لو الداتا اللي جواه زادت عن 4096 بياخد جزء تاني من الهارد ويديهولك، لو ما زادتش يفضل زي ما هو عادي. بس كده. عايز بس اقول هي طبعا دي مش فكره كامله، دي بس الفكره بس عشان تفهم يعني ايه هي ازاي بنخزن جوه الملف.
ممكن برضو من خلال الميموري بافت فايل حد هيقول لي مثلا، طب انت بتقول لي ان انا ممكن ايه اكتب جوه الملف بالميموري بافت فايل، طب ما انا اكتب جوه الملف مش لازم اعمل وسيط بيني وبين الملف، يعني اكتب جوه مش لازم اعمل وسيط اللي هو الميموري ده. الميموري بيفتح لك حاجات كتيره، او ممكن ان انت تكتب راندوم بالراندوم، قصدي توصل للداتا بالراندوم اكسس مش بالسيكونتال سكان. السيكونتال سكان ده اللي هو السيك، يعني لو احنا كده مثلا ايه اقول لك كده اوضح لك الفكره، ده الراندوم سكان وده السيكونتال سكان، الراندوم اكسس قصدي. دول هما الطريقتين اللي انت بتاكسس بيهم للداتا اللي جوه الملف، سواء بقى هو الملف هو ستريم. يعني الراندوم اكسس ده اكسس بتفتح لك ايه، ما بتحتاجش انت تعمل سيك، لا انت بتحدد البايت مثلا انت تقدر تكتب او تقرا تكتب او تقرا منه، بعد كده بتقرا منه عادي. السيكونتال سكان تعالى كده ايه عشان اوضح لك يعني ايه سيكونتال سكان. السيكونتال سكان مثلا انا عايز اوصل للبايت الثالث مثلا، فهو بيعمل ايه، هيروح قاري الخامس بيطلعه بره والرابع ويروح عند الثالث هنا يقف هنا، بعد كده يبتدي يقرا بقى انت تقرا بقى، طول ما هو بيقرا هو بيفضل يطلع يقرا يقرا يقرا. طب ماشي، افرض انا مثلا وصلت للبايت الثاني فاهم، وعايز ارجع للبايت الخامس فاهم، فانت هتضطر تعمل سيك، فهو عايز مثلا عايز ارجع للبايت الرابع مثلا، فهو بتعمل سيك مثلا دوت سيك اللي احنا شرحناها في الفايل ستريم، بيقفل الملف بيفتحه تاني، بعد كده بيطلع الخمسه يقرا، بعد كده بيروح الاربعه ويقف عندها كده، بتبتدي تقرا انت بقى وكده. الراندوم اكسس مش محتاجه كده، لا انت بتحدد البايت اللي انت بتبتدي تقرا منه، انا عايز اقرا السته فيروح عند السته يقرا، عايز اروح عند الثمانيه هيروح عند الثمانيه يقرا. الراندوم اكسس مش متاحه في البتاع ده في الفايل ستريم، يعني متاحه بس ستريم بس، لكن الراندوم اكسس متاحه في الميموري، في قراءة وكتابة للميموري بس كده خلاص. ماشي، اصلا ننزل نخش بقى على العملي. زي ما قلت لك في نوعين من الميموري فايل، احنا هنشرح لكل هنشرح كل نوع وكل نوع هنديله مثال. تعالى كده بس نشيل الحاجة دي دلوقتي. عشان نستخدم اللي هو الجزء الاول من الميموري مود فايل اللي احنا بنقترنه بملف، بنعمل كائن هنا من فايل ستريم اسمه اف اس بيساوي نيو فايل ستريم هلو 1 دوت تكست، والفايل مود دوت اوبن، فايل اكسس دوت ريد، فايل شير دوت ريد. تعالى كده اوبن فولدر ان فايل اكسبلورر باين ديباج، هو ده الملف بتاعنا. تعالى كده ايه نمسحه، انا كنت بعمل عليه حاجه ده كده ملف يدينا عشان نبقى مع نضاف اللون. يعني على اساس يعني ان دي داتا، يعني انا عاملها بس على انها دي داتا بس جواه، يعني هي مش ملهاش، لا دي داتا بس يعني عشان ما يرمليش ايرور ولا اي حاجه، عشان احنا لو ما فيهاش داتا هو هيجيب داتا هيعمل بيها ايه، ما فيش داتا طب انا هعمل ايه، هيرمي لك اكسبشن. لا احنا بنحط له بس داتا ايه فاضيه بس، بنحط له اي حاجه. الداتا دي حجمها 10 بايت 9 بايت كمان، بنقول له هنا ايه ميموري مابت فايل 1 ميموري مابت فايل، قصدي بناخد كده منها كده، لازم انت تستدعي المكتبات دي اللي هي السيستم سيستم دوت اي او والميموري سيستم دوت اي او دوت ميموري مابت فايل وسيستم دوت سكيورتي، دي هنستخدمها بس مش دلوقتي، سيستم دوت تكست سيستم دوت ثريدنج وسيستم دوت ثريدنج دوت تاسكس. المكتبتين دول اللي هي ثريدنج والتاسكس انا هحتاجهم بس دلوقتي، لان انا عايز اعمل بروسس ثانيه تاكسس على الميموري. انت ممكن تستخدم برامج ثانيه وبتاع، بس انا بس بعملها بس ايه كانها يعني برنامج ثاني باكسس عليه على الميموري. بنقول هنا ميموري مابت فايل بنستدعي اللي هي الستاتيك فانكشن اللي هي كريت فروم فايل، بنقول له كريت فور فايل. طبعا الميموري مابت فايل هنا في ايه، في كذا ميموري مابت فايل دوت، في كريت فروم فايل، في كريت نيو، في كريت اور اوبن، في اوبن اكزيستنج، في ايكوالز ايكوالز، والبتاعه دي ملهاش علاقه بالشغل بتاعنا ده، بس حاجه ليها علاقه بمكتبه الاوبجكت. في كريت فروم فايل، فاحنا بندي له الفايل ستريم بتاعنا وبندي له اسم الذاكره اللي احنا هنعملها. يعني ايه اسم الذاكره؟ يعني المكان اللي احنا هنحجزه في الذاكره هيبقى اسمه ايه، يعني انا هنحط له عنوان عشان لما اجي انا بروسيسات تانية اكسس على الميموري ده استخدم العنوان ده اللي هو الميموري الماب ده. بعد كده ندي له حجم الداتا فاهم اللي احنا بنجيبها، حجم الداتا اللي احنا بنجيبها من الفايل نحطها في الميموري، نحطها جوه الميموري.
الرقم ده مش مهم قوي، ان هو اصلا كده كده هو بياخد الصفر، يعني هو كده ايه، هو مش بياخد الصفر، يعني هو الصفر ده معناه ايه؟ ان هو بياخد كل الداتا اللي جوه الملف، مش بياخد يعني ايه بياخد كل الداتا؟ مش بياخد كل الداتا بمعنى اصح، هو بياخد السايز اون ديسك ده بياخد 4096 بايت، مش بياخد السايز ده، خد بالك، لا هو بياخد ال 4096 ده مش بياخد ده. فانت لو احنا قدامنا، احنا ادينا له 9 هنا مش هيرمي اكسبشن عادي. طب ماشي، افرض انا زودت له 9، زودت عن 9 قول 10 11 12 15 ايه هيعمل ايه؟ هيروح فاتح اماكن تانية في ال، يعني انا مثلا انا قلت لك هنا ايه اخره 9، انا مش قادر افتح حاجات تانية، فاهم؟ لكن في السايز اون ديسك ده يعني الداتا، يعني مش الداتا، المساحه الفارغه اللي هي بين التسعة وال4096 دي، لا هي مساحه موجوده، يعني هي موجوده اه، بس انا بس الويندوز ايه مش مستخدمها، خلي بالك السايز ده ايه مش، انا مش بستخدمه في حاجه، ده مجرد للويندوز بس يعني مش اكتر. يعني ايه الويندوز مش اكتر؟ يعني الويندوز بس بيعمله بيعلم بيه ان مش لازم يروح كل شويه بقى يقرا من الملف ويعد كام بايت بعد كده يرجع لك تاني، لا هو مثلا من اخر اكسس للفايل بيعد البايتات اللي فيه عشان ما يضطرش بقى يروح يجيب، لا انا عارف ان مثلا الملف ده جواه داتا مثلا 9 بايت، فانا اروح اجيب 9 بايت على طول مش لازم اقرا بعد كده، فاهم؟ لكن لو في داتا انت ممكن تكتب على فكره جوه المساحه الفارغه دي بالميموري، وانا هقول لك ازاي دلوقتي. بنقول له هنا الصفر، يعني احنا بنقول ممكن هنا نديله 9 مش هيرمي اكسبشن عادي مفيش اي مشاكل، لكن هي اصلا ملهاش لازمه يعني، فاهم؟ لو احنا مثلا خليناها مثلا ايه 15 ران، في اكسبشن وين سبيسيفيك دوت ريد كابس تي اه ماشي ماشي صح. ان هو بيكتب جوه الملف هو بيفتح حاجات تانية اه، عشان احنا نسينا نضيف فايل اكسس تحت فوق فوق صح. دوت ريد رايت، لازم الفايل اكسس يكون هو الميموري بايت فايل، لان الفايل اكسس ده هو ال، انا هدخل اعمل ايه جوه الملف؟ هعمل ريد رايت من خلال الميموري، فانا لازم الميموري ما بتفايل الاكسس دي تكون هي الاكسس الفايل اكسس. بس كنت بجرب حاجه قبليها بس يا جماعه انا اسف بس لخبطت في الكود شويه، اهو عمل رن وخلص مفيش اي مشاكل. 15 انا حطيناله له 15، تعال كده نشوف ايه اللي حصل في الملف. وخلي بالك هو فتح لي اماكن جديده، جاب اماكن جديده جوه جوه في ال، في اللي هو في الهارد ديسك عنده، خلي بالك الاماكن دي مش بيكتب جواها فراغات، لا هو بيقراها، هو بيقراها ما يمكن جواها داتا، الداتا دي انا هكتبها مثلا، يعني لو انا هكتبها بالميموري ما بتفعل، اعلمك ازاي دلوقتي. اللي انا عايز افهمه لك بس ان هو الويندوز بيجيبها ما بيكتبش جواها فراغات، يعني الفراغات دي ما بيكتبش جواها، اللي هي اللي هي الخمسه اللي هي السته بات اللي احنا زودناهم دول مش فراغات اصلا، ممكن ما يكونوش فراغات. وفي برضه في اللي هو الميمو بايت فايل الاكسس دي، اللي هي الحاجه اللي انت هتعمل ايه جوه الملف، قصدي الميموري بايت فايل ده هتعمل ايه جوه الملف بتاعها. في ممكن تبقى ريد بس، في ريد رايت، في راي في ريد رايت اكسكيوت. الاكسكيوت دي انت مش هتستخدمها قوي ملهاش لازمه دلوقتي خالص. الاكسكيوت دي يعني ايه يمكن هي ايه، يعني ملهاش علاقه بالميموري، انت كل اللي هتحتاجه مثلا ان انت تعمل ريد رايت من خلال الميموري، مش هتحتاج حاجه اكتر من كده. حتى الريد رايت هو اكسكيوت هو مكتوب لك ايه، ريد اكسس تو ذا فايل ذات كان ستور اند ران اكسكيوتابل كود، بمعنى يعني ان هو انت ممكن تستخدم الريد اكسكيوت دي مع الدوت اكس اي اللي هي الملفات التنفيذيه، بس عادي انت ممكن بالملفات التنفيذيه ممكن تحولها لبايتات تقراها كبايتات وتحطها في الميموري عادي. وبعدين اصلا انت ما ينفعش تستخدم اكسكيوت، لو قلت لك انت ما ينفعش تستخدم اكسكيوت، لان الفايل لما انا قلت لك الميمبر مابت فايل اكسس دي لازم تكون هي الفايل اكسس اللي انت بتاعت الفايل ستريم، فاهم؟ والفايل ستريم هنا ما فيهوش حاجه اسمها اكسكيوت، في ريد رايت وفي ريد رايت، في ريد وفي رايت وفي ريد رايت، ما فيش حاجه اسمها اكسكيوت، فهو يرمي لك اكسبشن. لازم بقى انت تستدعي بقى النيتف فانكشن اللي هي بتاعت الفايل ستريم، لا كريت فايل بعد كده تديها الاكسكيوت. ممكن يبقى ليها حاجات استخدامات تانية الاكسكيوت، بس انا مش لاقيها لها استخدام هنا الصراحه، ما لهاش لازمه خالص هنا في الميموري فايل هنا. اللي هنا بصفر احنا كده بنقول له هات السايز اون ديسك،
15 برضه هو بيجيب السايز اون ديسك، يعني هو ما بيزودش حاجه، يعني انت ممكن تزود بس ان هو يعني بالمعنى الاصح يعني ان هو يا اما صفر يا اما حاجه اكبر من من حجم الداتا اللي جوه الملف، لان انت لو حطيت حاجه اكبر من حجم الداتا اللي جوه الملف بيفتح اماكن جديده في الذاكره، او بيجيب اماكن جديده في بيجيب يعني بيجيب اماكن جديده في الهارد نفسه. فانت يا اما تحطها صفر يا اما تحطها اماكن جديده في الذاكره في الهارد، وبرضه بيفتح الملف كله اللي هو السايز اون ديسك كله. وبنقول له هنا نال، دي السكيورتي بتاعت الميموري ميبت فايل بتاعنا. وفي هوريها لك دلوقتي، هشرحها لك دلوقتي. وفي الصفر، ايه الصفر ده؟ الصفر ده اللي هو الانهيرتابيلتي، اللي هو انت بتقول له هنا لو انا عايز ان الفايل السيف هاندل بتاع الميموري مابت فايل ده يستخدم في تشيلد بروسس تانية ولا لا، فاهم؟ لان انت ممكن مثلا تكون انت ايه، عشان اشرح لك بس السيف هاندل ده، السيف هاندل ده بيستخدم في حاجات تانية، يعني مثلا في اللي هي الانمانجد كود والحاجات دي، بتحتاج ان انت تبص لها السيف هاندل. الانمانجد كود دي اللي هي الدوالي اللي هي مكتوبه مثلا بالسي بلس بلس، مكتوب بالسي شارب، بس الانمانجد دي اللي انت مش عاملها اوريدي في البلس بتاعك، انت بتجيبها من دي ال ال، فاهم؟ فهي بتحتاج مثلا سيف هاندل مثلا اللي هي المنطقه اللي في الذاكره المحجوزه للكائن ده عشان تستخدمها مثلا كده، هي دي السيف هاندل. فانت بتحدد له هنا ان الصفر دي معناها لا، انا مش عايز حاجه تاني، مش عايز اي بروسيس تانية تستخدم السيف هاندل بتاعي، الا بقى لو انت حاطط لها مثلا ايه دوت انهيرتبل، موروث عادي، انا ممكن اورث السيف هاندل بتاعي لاي بروسيس تانية مفيش مشكله. مش هتحتاجها خالص في الميموري ميموري فايل دلوقتي خالص، مش هتحتاجها خالص اصلا فيها خالص، مش محتاج، انت مش محتاجها، ممكن تحطها بصفر على طول عادي. وفي هنا فولس وترو، ايه البارامتر ده؟ البارامتر ده انت بتقول له ان الفايل ستريم ده اقفله لما اخلص، يعني مثلا لما انا اخلص اللي هي ما يعني ما اوصل لاخر الفانكشن خالص، هل اقفل معايا الفايل ستريم ولا اسيبه؟ تسيبه فولس، تقفله ترو، فاهم؟ بنعمل هنا يوزنج ميم 1 كده، احنا بنقول بنستخدمها، بعد كده بنقول له احنا كده الملف بتاعنا اوريدي فاضي. فاحنا بنعمل هنا ايه، زي ما انا قلت لك انت ممكن تستخدم ان الميموري بتاعتك ممكن تستخدمها بالراندوم اكسس والسيكوينتال سكان. في هنا ميموري مابت فايل ستريم، بنعمل هنا ستريم على، يعني احنا كده ايه، احنا كده يعني بمثابة ان احنا بنعمل ايه، بنعمل هي العلامات البنية دي، اللي هي البنية دي اللي هي بتبص على الأجزاء من الميموري براحتك بقى، عايز تبص على أجزاء الجزء الميموري كلها، عايز تبص بس على حتة صغيرة براحتك بقى مش مشكلة. بنقوله ميموري مابت فايلز فيو ستريم ميمز ميم ستريم بتساوي ميم 1 دوت كريت فيو ستريم. بنقول هنا ميم 1 دوت فيها ده اللي اسمها كريت فيو ستريم، بترجع لنا ستريم نوع فايل ستريم، ان انا اقدر اكتب جوه الميموري واقرا زي واعمل اللي انا عايزه براحتي، براحتي عادي يعني كده. ميموري ما بتفايل اكسس دوت ريد رايت، ان انا هعمل ايه بقى جوه الميموري بتاعتي، يعني مثلا اللي هو الفيو اللي انا هعمله ده هعمل ايه، الفيو ستريم اللي انا هعمله ده هيعمل ايه، هيعمل ريد رايت. طبعا الريد رايت دي برضو اللي محكومه بالريد رايت اللي هي ميموري ما بتفايل اكسس، دي محكومه بدي، لازم تكون هي دي او على الاقل فيها واحده منها، يا اما ريد بس يا اما رايت بس، فاهم؟ يا اما ريد رايت على حسب بقى. فمثلا نقول ايه ستريم رايتر اس تي دبليو زاوي نيو ستريم رايتر، وبنديها الميم ستريم. احنا هنا بنكتب حاجة جوه الملف بتاع كده مرن، نشوف ايه اللي هيحصل. خلاص كده خلص، نقفل كده ديباج اهو، كتب جواها، كتب جوه الفايل. خلي بالك اوعى اللينس اللي هو حجم الداتا اللي جوه الفايل يلخبطك، الميموري مابت فايل ما بتاخدش الحجم السايز بتاع الداتا، ما بتاخدهوش، هي بتاخد كل اللي جوه الملف بغض النظر بقى انت بتديها ايه، يعني مثلا القيمه دي هي اوريدي بتبقى صفر ديفولت،
ديفولت بتبقى صفر. هو هوريك وهثبت لك دلوقتي، بس الصفر ده انت ممكن تديها قيمه تانية لو انت عايز تفتح اماكن جديده، تقول للويندوز لا مش روح هات اماكن جديده، فاهم؟ بحيث لو انت لو انا كاتب فيها انت تشوفها، المستخدم يشوفها، فاهم؟ وبعديها بياخد الملف كله. يعني انا مثلا هوريك، يعني مثلا ايه احنا قلنا مثلا ايه اخره كام، اخره لغايه هنا مثلا اللي هو كام بايت دول يا رجل، 15 بايت، فاهم؟ ايه رايك انا هكتب في البايت ال 20، يعني مثلا ان انا هقول له ايه ميم ستريم دوت بوزيشن بتساوي، هي نفس الدوال اللي جوه الفايل ستريم، مش مشكله يعني. اقول له مثلا واقف عند ال 20، فاهم يعني؟ اكتب لي جوه، اكتب لي بعديها بقى يعمل ران، مش هرمي الاكسبشن دلوقتي لان هو اصلا فيه اربع، لان هو بيكتب جوه ال 4096 عادي يعني، مش مشكله اهو عدى مفيش اي مشاكل. بعد كده نروح، خلي بالك وانا هنا مش هعرف اقرا، الويندوز هنا مش هيعرف يقرا لان هو متخزن عنده ان انا اخري 15 بايت. تعالى بقى نقول الويندوز افتح اماكن جديده يا نجم، احنا كده بنقول له ايه افتح شوف روح هات اماكن جديده، هنقول مثلا هات ايه مثلا ايه 30 بايت. خلي بالك هو مش بيزود 30 بايت، هو بيفتح البايتات، بيفتح بايتات بالبايتات المفتوحه، هو بيفتح من الصفر لحد 30، فاهم؟ يعني هو مثلا انا فاتح مثلا دلوقتي 15 بايت، مش بيزود 30 بايت يبقوا 45، لا هو بيفتح 30 بايت بال 15 اللي انا مديهم. بعد كده ايه نروح كده نشوف هل موجود داتا فعلا ولا لا، اهو هلو هلو مكتوبه من اول ال 20. كده شفنا حجم الملف 30 بايت بس يا جدع، ماشي. طب بصفر بس كده. ولما هتقرا بقى خلي بالك، يعني هو ايه القرايه لما انت هتيجي تقرا بقى باللي هو الميم ستريم دوت ريد، هيقرا لكل اللي جوه لكل اللي جوه اللي هو مش هيقرا الداتا بس، لا هيقرا كل الميموري، كل الميموري بما فيها اللي هي 4096 اللي هي البايتات دي. تعال كده ايه هكتب لك الكود بس ثانيه واحده. خلاص انا كتبت الكود بتاعي اللي هو بنعمل كام من ستريم ريدر، بنقول له نو ستريم ريدر، بنبصي له الستريم بتاعنا بنقول له ستي ار دوت ريد تو ان. تعال كده مرن اهو زي ما انتم لو ملاحظين، بس هو اول ما اشتغل كان جايبها لنا في الحته دي كده اهو، دي اللي هو الداتا بتاعتنا كلها الفاضيه. عايز بس انوه عن حاجه، هنا انت ممكن تدي مش تدي صفر، الصفر ده ان هو اول بايت في الملف، انت ممكن تديها خمسه براحتك عادي. طب ماشي، لما انا هديها خمسه هيجي يبص مثلا على البايت من اول بايت خمس، لو انت كتبت اول ما هتكتب او هتقرا، او مثلا لو انت غيرت مثلا البوزيشن بتاع الملف، لو انت قلت مثلا ميم ستريم دوت بوزيشن بتساوي مثلا ايه خمسه، خلي بالك خمسه دي يعني مثلا لو انا هقول لك مثلا الفايل مثلا ايه 10 بايت، الفايل اوريدي حجم الداتا اللي جواه 10 بايت مثلا، لو واقف عند البوزيشن صفر، خليت انا مثلا هقرا مثلا ايه من البايت الخامس، فاهم؟ لغايه الاخر اللي هو من 5 ل 10، فانا هنقول له هنا، يقول لي هنا ميم ستريم، هقول له هنا ميم ستريم دوت بوزيشن بتساوي 5، معناها ايه؟ معناها زود على الخمس، ازود على اللي انت مديهولي دي 5 اللي هو الرقم اللي هنا، ملوش دعوه بحجم، ملوش دعوه بال الفايل، هو ليه دعوه بالفيو ستريم بتاعك انت، بص على ايه؟ بص من اول الفايل الخامس، من اول بايت الخامس لغايه اخر الملف، فبيزود على الخمسه اللي هم اصل، بيزود 5 على الرقم اللي هو اللي انت مديهوله في الستريم بتاعك بس. ان انا يعني هو كده دلوقتي واقف عند ال10، كنت بس عايز اوضح لك الفكره دي بس. خلي بالك برضو الصفر دي برضو بياخد الملف كله اللي هو بال 4096، ما ينفعش ان انت تحط برضو، يعني مثلا لو انت حطيت هنا مثلا ايه 300، لا لازم يكون لو انت هتحط رقم غير الصفر لازم يكون اقل من الداتا اللي هي بتاعت ال الداتا اللي جوه الملف، لان هو بيروح اساسي بيبص على داتا، لو لقاها لو انت مديله رقم غير الصفر بيروح يبص على الداتا، لو لقى داتا ماشي بيكمل لك عادي، لو ما لقاش داتا بيرمي لك اكسبشن، فانت اضمن لك حطها صفر اصلا، الا بقى لو انت عايز تحدد جزء معين في نص الذاكره كده براحتك بقى، ده الحاجه ترجع لك انت. دي هنا طبعا بتعمل بروسس تانية جواها، احنا كده هنا بنعمل دوس تاسك دوت ران، بنقول له انذر بروسس، احنا بنعمل هنا بروسس تانية كانها برنامج تاني.
تعال نشوف البروسيس الثانية دي فيها ايه. البروسيس الثانية دي بقى فيها ايه، بتقول له ميموري مابت مابت فايل ميم بتساوي ميم ميموري مابت فايل دوت اوبن اكزيستنج، افتح ميموري. يعني انا مش هعمل، لا انا هفتح، انا اوريدي في ميموري عندي انا عايز افتحها اسمها ماب، وهفتحها بميموري مابت فايل رايتس دوت ريد. يعني ايه بقى الميموري مابت فايل رايتس دي؟ زي ما انا قلت لك هي مالهاش علاقه بالفايل دي، لها علاقه بالسكيورتي. السكيورتي بقى دي احنا بنعمل السكيورتي بتاعتنا ازاي؟ يعني خلي بالك الفايل رايتس دي احنا بنعملها ازاي؟ بنقول له ميموري مابت فايل سكيورتي دول ميم سيك بتساوي نيو ميموري مابت فايل سكيورتي. نقول له هنا اكسس رول، نعمل هنا اكسس رول جديده. يعني ايه اكسس رول؟ خانه جديده مثلا. احنا بنعمل كده ايه، حاجه زي ليستة كده، ليستة بالبرميشنز او الخصائص اللي ممكن البروسيس تخش بيها على الميموري مابت فايل بتاعتنا. بنقول له اكسس رول ميموري مابت فايل رايتس اكسس 1 بتساوي نيو اكسس رول ميموري مابت فايل رايتس. دي هي الانيوم اللي جواها الخصائص بتاعتنا. بنديله هنا كونستراكت اللي هو افري وان. افري وان ده اي يوزر عادي في الكمبيوتر بتاعي عادي اكسس على الميموري بتاعتي عادي. في هنا ميموري مابت فايل رايتس، خلي بالك انت ممكن بقى ايه تغيرها براحتك هنا بقى، ممكن تخليها دوت ريد مثلا لو انت عايز تخليه يعمل ريد. في هنا انا عاملها رايت اصلا فمش مشكله. في هنا تحت رايت، يبقى نخليها دي رايت، رايت الو. ونفس الحكايه في ريد الو. خلي بالك انت لو خليتها بيدوي ان انت تعمل خلي بالك انت، انا قلت لك انت ممكن تبصيها نال. لو انت عملتها يدوي بقى لازم تعمل يعني ايه، اي خصائص مش مكتوبه بالاكسس رول اللي انا وريتك لك فوق دي هتبقى ديني يعني انا مرفوضه، ان انا لو البروس دخل بيها هيترفض على طول، مش هيدخل الميموري اصلا. وهنا مش هيرمي لك اكسبشن هنا عادي، يعني صفر تاسك تران. خلي بالك هنا انا برضه نسيت اقول لك اليوزنج هنا برضه ديليت الوكيتد ميموري. هنا انا بقول لك، هنا بيقول لك يعني ان لو اليوزنج دي خلصت، لو انا خرجت بره اليوزنج او خرجت بره اليوزنج دي بتستدعي الديبوز. لو الديبوز دي استدعت وما فيش بروسس ماسكه الميموري غير اللي هو الكائن ده اللي هو الميم واحد ده، فاهم، بيمسحها من الميموري. لو في كائن تاني عادي مش مشكله، هيمسح هو الكائن ويخلي الميموري زي ما هي. لكن لو ما فيش يوزنج هيخرج بره الكوتس اللي هي بتاعت الداله دي، وبيستدعي الكلوز مش بيستدعي الديبوز، بيخرج بره الكوتس بتاعت الفانكشن دي من غير ما يمسح اللي جوه اللي هو الميموري، فاهم. فعشان كده انا بقول له هنا ايه ثريد دوت سليب 500، استنى شويه لغايه ما الداله دي تخش وتمسك الميموري بتاعتك، بعد كده اخرج بره اليوزنج عادي مش هيمسح كده الميموري. بنقول له هنا رايت الو وريد الو، بنعمل كده ميمسك دوت اد اكسس روب، بنضيف الاكسسين دول على الميمسك دي وخلاص كده خلصنا. بعد كده بنقول له هنا ايه ميم سيك ميم، خلاص بقى كده خلصنا. احنا ممكن كده نمر ران، مش هيرمي لنا اكسبشن عادي. احنا ده اللي هي الانذر بروسيس بتفتح بستريم ريدر وبتقرا جوه الملف. او خلي بالك نطلع فوق كده وقارنا القارنة اللي جوه الملف وخلاص مفيش اي مشاكل. نفس الحكايه برضو جريد فيو ستريم دي بالاكس سيكوينتال سكان. في حاجه تانية برضو اكسسوار 1 ميم 1 دوت كرييت فيو اكسسوار صفر، نفس البارامترات برضو. احنا بنقول له هنا ايه ميموري مابت فايل اكسس دوت ريد رايت. دي بقى اللي هي الاكسسوار دي بتحلك من جواها ان انت مش لازم تعمل سيك، يعني في الستريم هنا في الفيو ستريم لازم تعمل سيك عشان تاكسس الحاجات اللي جوه الملف. لا الاكسسوار لا راندوم اكسس عادي، تخش في اي حته في الملف وتقرا منه في اي حته في الميموري قصدي. فبس هو ده كان الفكره بتاعت طبعا بقى دور انت في دوال، في دوال برضو بس يعني هي انا وضحت لك برضو بس الدوال اللي هي ايه اللي هي تفتح لك الطريق بس، يعني الطريق الدوال التانية سهله. يعني الفيو ستريم دي برضو ايه جواها الدوال بتاعت الفايل ستريم،
والاكسسوار برضه نفس الحكايه كذلك، بس ما فيهاش سيك، انت برضه بس بتزود بارامتر بس في الريد والرايت اللي هو البايت اللي انت تبتدي تقرا منه وتكتب منه بس، مش اكتر من كده. بس في برضه هنا لو احنا، انت واجب برضه لو انت عايز مثلا ايه جوال هنا ميم 1 دوت، في هنا ديبوز اللي بتستدعى في اليوزنج، في اللي هنا السيف ميموري فايل هاندل اللي هي بقى اللي هي الخاصه بالانهرتبل اللي احنا خليناها بصفر. في بعض بقى الفانكشنات التانية برضه هي بتاعت هتضطر ان انت تعمل سيف ميموري، تاخد السيف ميموري هاندل دي تستخدمها في فانكشنات تانية. السيت اكسس رول برضه لو انت عايز برضه ايه ان انت تعدل في الـ في الاكسس اللي احنا عاملينها فوق دي، بعتك هتعدل فيها. لو انت مثلا ايه هتقولي مثلا طب انا افرض انا مش عايز ان انا اخلي البروسيسات التانية بتاعتي تخش تعمل تعدل في السكيورتي دي اصلا، اعمل ايه؟ خلي هنا ايه، نخلي دي بس دوت ديني الاول عشان ايه نعدل من بدل الرايت، هنقول دوت. خلي بقى في حاجات كتير هنا في فول كنترول، بس هنا الاكسس سيستم سكيورتي بقى دي هي اللي هي ايه اللي انت هي بتهلك ان انت تتحكم هل انا مثلا الميموري دي ينفع انها تتعدل الاكسس كنترول بتاعتها ولا لا، فاهم؟ عايز بس اقولها على حاجه، لو احنا كده التعامل كتب افرض كده احنا عملنا رن، فاهم؟ سيبك من الجزء ده خالص، يعني هو لو احنا كده عملنا، لو احنا بس في الجزء ده بس هيعمل رن ومش هيرمي اكسبشن. طب ليه مش هيرمي اكسبشن؟ لو انت لاحظت حاجه مثلا ايه فاحنا وقفنا عند فين؟ مش فاكر والله. معلش يا جماعة أنا وقفت الفيديو، أنا آسف ونسيت. وقفنا عند فين؟ في حاجة ناقصة طيب؟ صح أنا افتكرت. لو احنا كده عملنا رن على الحكاية دي ايه اللي هيحصل؟ مش هيرمي اكسبشن، مع ان انا حاطط لها هنا ريد رايت، واحنا هنا في الفاير رايت بنقول لها رايت بس، يعني المفروض رايت، المفروض رايت ديني، احنا بنديله ريد بقى له، وانا قلت لك ان الرايت بتبقى ديني. هنا الفاير رايتس انا قلت لك برضو عدلك تاني ان الفاير رايتس ملهاش علاقه باللي انت بتعمله جوه الملف، الفايل اكس بس هي اللي ليها علاقه. الفاير رايتس انا هخش اعمل ايه؟ يعني الفاير رايتس هنا ايه؟ لو احنا جينا بصينا هنا الفاير رايتس مثلا بتروح لي دوت ريد، فاهم؟ الفايل اكسس بقى غيرها، ايه اللي انا هعمله جوه الملف اصلا؟ هعمل اكسس ايه؟ هعمل ايه؟ فاير ميموري مابت فايل اكسس بتاعتي هعمل ايه؟ هو الريد رايت عموما دلوقتي هيرمي لي اكسبشن، ان هو الفايل اكسس برضو عشان انت ممكن تتذاكى وتقول لي طب ما انا ممكن اعمل الفايل رايتس مثلا حاجه والفايل اكسس حاجه تانيه، لا الفايل اكسس لازم تكون هي هي الفايل رايتس، او على الاقل في حاجات منها، يعني مثلا لو فيها هنا ريد رايت لازم تكون الفايل اكسس دي ريد رايت او ريد بس او رايت بس. لا ده لو انت بس لو انت يعني لو عديت الحته دي اللي هي الفاير رايتس دي، يعني لو انا حطيتها مثلا ايه ريد رايت هنا، الرايت هنا مش موجوده في الفاير رايتس، مش من حقوقي ان انا اكتب. طب انت من جوه الفيو عايز نكتب ازاي؟ انا مش من حقوقي اصلا ان انا اكتب، انا ما دخلتش الميموري عشان اكتب، يبقى هيرمي لك اكسبشن هنا. طب هتقول لي طب ايه ده؟ طب هو ازاي ما رماش هنا ريد رايت هنا؟ لو لما انا حطيتها ريد رايت ومسموح لي ان انا اعمل ريد رايت هنا، هو ليه ما رماش اكسبشن؟ لان اول كان انت اوريدي اصلا جوه الميموري، جوه الميموري مابت فايل، انت اصلا مش محتاج تدخل، انت جوه اصلا، فانت مش بتحتاج الفاير رايتس في حاجه، انت مش بتحتاج ان انت تدخل من بره، انت اللي عاملها وانت اللي جواها. فانت بتقول ميموري مابت فايل اكسس، بتقول ريد رايت، وبتقول هنا بقى بتعمل فيو بقى من جوه، بتقول ميموري مابت فايل اكسس دوت ريد رايت، مع انك انت حاطط الرايت الريد الرايت هنا اوريدي هي بديني. فانت ايه، فانت جوه اصلا الميموري، فانت مش محتاج ان انت تدخل جوه الميموري تاني من بره بالفايل رايتس، لا انت اصلا جواها، فانت بتحتاج الفايل اكسس بس. لكن اي بروسيس تانيه من بره حابه تخش جوه الميموري مابت فايل بتحتاج الرايتس بتاعتها. فبس هي دي الفكره بتاعت، برضو ممكن تعمل فيو ستريم، فيو اكسسور، برضو نفس الحكايه، ممكن تعمل كذا كذا بروسيس برضو نفس الحكايه، مش مشكله خالص. الاتنين يشتغلوا متزامنين مع بعض عادي، مفيش مشاكل. فبس كده دي الفكره بس بتاعت الفايل اللي هي البريزدنت. خش بقى على اللي هي النون بريزدنت، لو في حاجه يا جماعه مش واضحه هنا يا ريت تعيد الحته دي مره تانية، لو انت مش فاهمها يا ريت تكتب في التعليقات، هرد عليك على طول ان شاء الله، يعني هرد عليك ما تخافش.
لو في حاجه واقعه منك، في حاجه مش فاهمها، بس ايه لو مش في حاجه مش فاهمها، يعني ايه ما تقفلش، لا اكتب لي تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليك. برضو عندي حساب الفيسبوك بتاعي، واحده واحده معاك، وان شاء الله لو في حاجه مش واضحه معاك، يعني مش راكبه معاك، اسالني فيها وانا ارد عليك باذن الله، يعني ما تخافش يعني. سيمبل، خلاص كده خلصنا اللي بتاعت الفايلات. هي بقى نفس الحكايه هنا برضو، ما فيش اي اختلاف خالص. انت بدل ما تقوله كريت فروم فايل، انت بتقوله كريت نيو، بتدي له اسم الميموري اللي انت هتعملها اللي هي الماب، وبتدي له حجم الميموري اللي انت هتعملها. هندي له مثلا 1000، خلي بالك 1000 دي بيخليها 1024، مش تبقى عارف بس يعني عارفها بس يعني، لان هو ايه ما في، هو ما بيعتمدش حاجه اسمها 1500، لا هو رقم تقدير بس انت بتديله، فهو بيخليها 1024 كده. بنقول له ميموري مابت فايل اكسس دوت ريد رايت، وهنا بنديها الزيرو. الزيرو دي بتاعت كانت ايه؟ الميموري مابت فايل اوبشنز. هنا انت بتقوله ديلي الوكيتد بيجز، يعني انت بتقوله لا خلي الميموري بتاعتي ما تحجزهاش في الميموري الا ما تعمل لها فيو. لو انت قريت هنا ميموري اللوكيشن از ديلايد انتل فيو از كريتد ويز ايذر كريت فايل اكسسور او ستريم ميثود. انت بتقوله هنا ان اجل فتح الميموري الا لغايه لما الميموري اصل فيو يتعمل عليها، يعني ما تفتحهاش دلوقتي، فاهم؟ النال هنا برضو دي السكيورتي ودي الانهيرتابيلتي، عادي مفيش اي مشاكل، نفس البارامترات اللي احنا شرحناها فوق. في هنا الميموري مابت فايل اكسسور، احنا بنعمل كده بقى بالراندوم اكسس، بنستخدم الراندوم اكسس هنا، وبنقول له ام ام ميم ستريم، ممكن تستخدم برضو الفيو اكسس ستريم براحتك عادي مفيش مشاكل، تقول له ميم ام ام اف دوت كريت فيو اكسسور. هنعمل من 0 لحد 500، خلي بالك لازم ال 500، لازم دي ال 500 وبيزود عليها 500، يعني انا لو انت فاهمها مثلا ايه برضه نفس الحكايه فوق. انت بتقول له هنا ايه؟ بتقول له 0 فاهم؟ وهتزود عليها كام بايت؟ هقرا كام بايت عليها؟ يعني مثلا لو انا مثلا خليتها 500 وزودها وبالبايتات دي الرقم ده هزود عليها كام عشان اقرا؟ يعني مش بمعنى من خمس من خمسه مش من خمسه مثلا ل 500، لا خمسه وزود عليها 500 بايت، ده حيز القرايه بتاعي. فصفر وزود عليها 500، لو خمسه وزود عليها 500 يبقى من خمسه لغايه 505، هو ده حيز القرايه او الكتابه اللي انا هعمله. هنا برضو بقوله دوت ريد اللي هي الميموري مابت فايل اكسس، انا هعمل ايه بالفيو ستريم بتاعي بالفيو اكسسور بتاعي. بعد كده بننزل تحت بنقول انذر بروس اي بي سي، بنقول ثريد دوت سليب عشان نمسك ال يعني ايه نمسك ال لغايه ما بروسس تانية تمسك الميموري مابت فايل دي. لو انت هتستخدم الاي بي سي في موضوع الميموري مابت فايل دي اللي هو الشيرنج، لازم تحدد مساحه للقرايه ومساحه للكتابه، فهمني؟ يعني ايه مساحه للقرايه ومساحه للكتابه؟ يعني 500 بايت مثلا للقرايه 500 بايت للكتابه، عشان ما يحصلش بس ايه تدخل في البيانات. ده بس انا عايز اتاكد بس من حاجه، انا اسف يا جماعه بس ايه سوري بس يا جماعه، انا الحاجه عن ده انت موس ابن وسخه سي الرسميه بتاعتنا، ان انا هعمل ميموري مابت فايل وهستنى ثريد دوت سليب 1000 لغايه ما الفانكشن دي او الفانكشن دي تعتبر، يعني انت مش محتاج ان انا اعملها في تاسك، يعني مش مشكله انا بس تاكسس عليها، ممكن تاكسس عليها من فانكشن عادي يعني. بكتب من جوه الفانكشن دي اللي هي انذر بروس اي بي سي، بعمل فيو ستريم منها وبالفايل اكسس رايت من صفر لغايه 500، هقرا منها وكده بقول له بحول الكلمه اللي هي هلو فروم بروسيس 2 هحولها لسترنج، هحولها لبايت اري قصدي، بعد كده بكتب عليها من خلال الميم ستريم دوت رايت اري، بكتب هنا قصدي اكسسور هنا بكتب هنا البوزيشن، ايه البوزيشن اللي انا هبتدي اكتب من عنده، هنقول مثلا صفر ونقول الاري بتاعتنا الداتا، هكذا الاوفسيت من اول لغايه من اول لفين، وهتعد كام، هنقول مثلا داتا دوت لينس، اكتب كل اللي جوه الداتا تمام. يعني هو احنا كده الصفر دي هي البوزيشن اللي جوه الميموري بتاعتنا تمام. وهنا بناخد بعد ما بنستنى سريد نستنى ثانيه واحده، خلاص هو اوريدي خلاص كتب، لان هو خلي بالك الحاجات دي بتمشي بسرعه يعني في لمح البصر.
كده بنقول له بايت اري داتا اللي هي اللي فوق دي، بنقول نيو بايت اري ب 500، بعد كده بنقول له ريد اري بقرا من الصفر لحد 500، بعد كده تحولها، احول الاري دي لداتا سترينج، بعد كده اطبعها. نعمل كده رن. خلي بالك انت يعني يفضل انت تعمل مساحة للقراءة والكتابة 500 بايت للقراءة مثلا، 500 بايت للكتابة، عشان ونفس الحكاية مثلا لو في اهو طبعة، يعني مثلا احنا خلينا مثلا 500 دي عندنا هنا للريد، لكن في البوست الثانية مثلا دي للرايت عشان هكتب وده يقرا. هتعمل مثلا حاجة تانية مثلا ايه اللي هي للرايت مثلا، بس هتعكس بقى يعني فوق مثلا هتبقى رايت وده هتبقى ريد، هي كده بتبقى ماشية كده يعني. فبس هذا كان درس النهارده يا جماعه، وارجو يكون الدرس نال اعجابكم. معلش الفيديو طويل شويه، ساعه الا ربع، بس كنت بس عايز الم كل حاجه فيها في الميموري مابت فايل، الميموري مابت فايل دي. اسف لو الفيديو كان طويل شويه. لو في عندك اي سؤال، اي حاجه مش واضحه معاك، ما اكتب لي تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليك. لو السؤال بتاعك مثلا، لو انت في عندك في حاجات كتيره قوي واقعه منك في الحساب بتاع الفيسبوك عندي جوه، يا ريت تخش تشوف، تشوف تكتب، تكتب لي رساله جوه ان شاء الله ارد عليك. انا بفتح كل يوم يعني الحساب، لو في حاجه ناقصاك حاجه بتاع، خش على ايميل فيسبوك واكتب لي جواه وانا ان شاء الله ارد عليك. نراكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.